يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تصح الصلاة خلف المبتدعة في مساجد التي تكون على طريق السفر، ومثل على البدعة بالدعاء قبل تكبيرة الإحرام؟ لا لا، ما يمنع من الصلاة، تنصح تقول ما لأنه يظن أنه على حق، وأنه تقول له ترى ما فيه دعاء قبل تكبيرة الإحرام، دعاء يعني جهري، أما أنك تدعو بغير جهر، تدعو بينك وبين نفسك لا مانع، لكن الجهر لا، ما ورد هذا. وأما الصلاة خلفها الصلاة صحيحة، وعلى العموم أنت أحسن الظن، إذا وجدت الناس يصلون صل معهم، ولا تفتش تقولها وش حال الإمام هذا، وش لا تفتش، شيء ما تراه لا تفتش، وإذا رأيت الناس يحسنون فأحسن معهم، وإذا أساء تجنب إساءتهم. نعم.